سبحانك يا لا اله الا انت. الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان قدرة بان بها من الاشياء. قدرة بان بها من الاشياء وبانت الاشياء منه فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الامثال المراد من الحد النهايات فليس لله من نهاية في كماله وفي جماله وفي جلاله وفي عظمته فليست له صفه تنال بحدود مداركنا تقدم الكلام في الشان الاول في التاسيس في الاسس واول اساس من تلك الاسس محدوديه الانسان فليست له صفه تنال تنال بمدارك الانسان ولا حد تضرب له فيه الامثال كاللدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات التحبير تحبير اللغات التحبير تطلق على الكتابه لان الكاتب يستعمل الحبر والتحبير يطلق على ما يقوم به الخطاطون من تزيين كتاباتهم وتجميلها وزخرفتها والتحبير تطلق على تزويق الكلام وتزيينه وتحبير اللغات هو بذل اقصى الجهد في البيان ان يتحدث المتحدثون بابلغ ما يكون بافصح ما يكون باجمل ما يكون هذا هو تحبير اللغات كل صفاته تحبير اللغات فإن اللغات كل صفاته تحبير اللغات فإن اللغات عاجزة مهما أوتيت من مرونة في التعبير ومن قدرة ذاتية في الاشتقاق والتفصيل والتنويع وإن كانت على ألسنة أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء كلدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات تصاريف الصفات ما نستطيع أن نتخيله ما نستطيع ان نتوقعه ما نستطيع ان نعتبره من وضع مراتب لتلك الصفات او من وضع خصائص ومن النظر الى حيثيات عميقه في دلاله تلك الصفات كل شيء سيذهب هباء منثورا فكل ذلك هو من خلقنا من شؤونات مخلوقيتنا فأنا لذلك ان يحيط بعظمته سبحانه وتعالى كل صفاته تحبير اللغات وضل هناك تصاريف الصفات وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير جوامع التفسير لقرانه او جوامع التفسير لحقائق توحيده وحقائق توحيده في قرانه الذي لا يعلم تاويله الا هو سبحانه وتعالى والراسخون في العلم محمد وعلي وفاطمه وابناء فاطمه من المجتبى الى القائم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اولئك هم الراسخون الراسخون في كل شيء الراسخون في العلم الراسخون في الغيب الراسخون في القدره الراسخون في الجلال الراسخون في الجبروت وذل كل شيء لكم كل صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب تاهت في ادنى ادانيها طامحات العقول في لطيفات الامور طامحات العقول العقول في ارقى مراقيها والتي تطمح ان تصل الى ابعد الغايات تاهت في ادنى ادانيها فيما هو الأدنى منها طامحات العقول في لطيفات الأمور لابد أن أؤكد لكم من أن خطب التوحيد كهذه الخطبة وأمثالها خطب التوحيد التي وردتنا عن سيد الأوصياء في هذا الكتاب وفي غيره في نهج البلاغة وفي غيره. هناك كلام كثير في التوحيد جاءنا عن سيد الأوصياء وجاءنا عن أئمتنا أيضا. جاءنا كلام كثير في التوحيد إن كان ذلك في مستوى الأدعية والمناجيات أو كان ذلك في مستوى الزيارات والصلوات او كان ذلك في مستوى الخطب والبيانات في كل ما ورد عنهم هناك من عجائب التوحيد في كلام باقر العلوم وصادق العترة وامامنا الكاظم ومن عجائب التوحيد في خطب امامنا الرضا وبياناته وهكذا هم نور واحد وحديث أبي حديث جدي وهو حديث الله كل هذه الخطب هي لا تعطينا تفصيلا علميا محددا إنما تضعنا في مقام الوله والحيره الله, الله 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 من الأله والوله الله الذات التي والمعنى الذي يأله إليه كل شيء ويصيب كل شيء الوله في عظيم فيضه الذات التي تتحير فيها العقول والقلوب الله من الاله ومن الوله حيث تتوجه العقول والقلوب بكل ما فيها والنتيجه في افضل ما تصل اليه الحيره لا اتحدث عن حيره الضلال انها حيره المعرفه انها حيره الحب وحيره العباده فهذه الخطب التوحيديه هذه التي اقراها عليكم على سبيل المثال وسائر الخطب الاخرى التي وردتنا عن امير التوحيد عن علي وعنهم جميعا وحتى ما جاء من حديث عن التوحيد في اعمق الدلالات في الخطبه الزهرائيه المعروفه فلقد تحدثت عن التوحيد في جانب من خطبتها الشريفه كل الذي جاءنا عنهم عن محمد وال محمد ان كان في قرانهم المفسر بتفسيرهم او كان في حديثهم المفهم بتفهيمهم ارقى ما يمكننا ان نصل اليه الحيره انها حيره المعرفه هناك حيره الضلال انا لا اتحدث عن حيره الضلال اتحدث عن حيره المعرفه وحيره المعرفه هي الدهشه حينما يسيطر العجز على العقول والقلوب عن اكتناه ما تتوجه إليه هذه هي الحيرة التي أتحدث عنها وهي حيرة لذيذة ولذيذة جدا ليس كحيرة الضلال التي تجعل الإنسان مصطولاً حيرة الضلال شيء اخر، انني اتحدث عن حيرة المعرفة، انني اتحدث عن حيرة العشق، وعن حيرة الحب، وعن حيرة الود، انني اتحدث عن حيرة العبادة الحقة في افنية القربي وفي مسالك الجذب باتجاهه سبحانه وتعالى قطعا عبر وجهه عبر وجهه الذي نتعامل معه بشكل مباشر امام زماننا وعبر وجهه الاعظم حقيقته المحمديه حين اقول حقيقته المحمديه لا اتحدث عن حقيقه كنهه سبحانه وتعالى مثلما اقول محمد عبده محمد مملوك له فالحقيقه المحمديه مملوكه له هي حقيقته هو المالك لها فانه كان جل شانه وتقدس ولم يكن معه شيء وبعد ذلك خلق الحقيقه المحمديه التي هي حقيقته حقيقته انها الحقيقه التي تتجلى فيها العبوديه في اعمق معانيها التي لا نستطيع ان ندركها. المعنى الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه واله يا علي لا يعرف الله الا انا وانت ولا يعرفني يا علي الا الله وانت. ولا يعرفك يا علي الا الله وانا هذا هو الذي قصدته حين قلت من ان الحقيقه المحمديه حقيقته هي في مقام العبوديه التي لا نستطيع ان نتخيل معنى ذلك المقام انما نردده على الالسنه فان الله لا يعرفه الا محمد وعلي كما ان محمدا لا يعرفه الا الله لا يعرفه إلا الله وعلي كما أن عليا لا يعرفه إلا الله ومحمد نذهب إلى فاصل يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحق بكل شيء علمه تو يا من لا تحسن العباد

سبحانك يا لا اله الا انت يستمر الامير في خطبته الشريفه فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا اجل ممدود ولا نعت محدود النعت الصفه فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا اجل ممدود ولا نعت محدود سبحان الذي ليس له اول مبتدا ولا غايه منتهى ولا اخر يفنى سبحان الذي ليس له اول مبتدا ولا غايه منتهى ولا اخر يفنى سبحانه هو كما وصف نفسه. كيف نعرف وصف الله لنفسه؟ من المعصوم فقط فاقاط من المعصوم فقط. سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته وحدّ الاشياء كلها عند خلقه فما من مخلوق خلقه سبحانه وتعالى الا وكان محدودا فالمخلوق محدود وهو الذي جعل لخلقه حدودا سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته وحدّ الاشياء كلها عند خلقه وضع لها حدودا إبانة لها من شبهه فهو خلو منها وهي خلوّة منه ابانه لها من شبهه وابانه له من شبهها لم يحلل لم يكن حالا في شيء منها مما خلق لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها لم يبتعد فيقال هو منها بائن هناك خطا مطبعي فيقول والنسخه الاصليه الصحيحه فيقال اقول هذا لمن يتابع معي وفقا للنسخه التي اقرا منها كي يلتفت الى هذا الخطا المطبعي لم يحلل فيها فيما خلق فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها لم يكن بمنأ ببعد عنها فيقال هو منها بائن ولم يخل منها فيقال له أين فإنه إذا خلا منها فهذا يعني ان مكانا خاصا به قد لجا اليه ولم يخل منها فيقال له اين لكنه سبحانه احاط بها علمه ذكرت لكم قبل قليل من ان وجودنا في علمه ارقى من وجودنا في عالمنا هذا واحاطه علمه بنا ليس كعلمنا بالاشياء علم المخلوق مهما ارتقى حتى لو كان علما حضوريا العلم الحضوري كما يقول الفلاسفه هو العلم الذي يتحقق فيه حضور المعلوم بنفسه لدى العالم كعلمنا بانفسنا كل منا يعلم بنفسه وما فيها فالمعلوم عندنا حاضر بنفسه ليس كعلمنا بغيرنا حين اعلم بغيري بحال غيري فان المعلومه هو خارج عني الموجود في ذهني هو صوره المعلوم هو صوره غيري اما انا علمي بنفسي فان المعلوم الذي هو نفسي حاضر عندي حاضر في علمي فهذا مثال لتقريب فكره العلم الحضوري وفي الحقيقه نحن لا نقيس علم الله على علمنا ولا نقيس علم الحقيقه المحمديه على علمنا ولا نقيس علم محمد وال محمد في الافق الباطني لهم في الافق الحضوري في افق علمهم الحضوري وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه إراءة إحاطية هذه رؤية إحاطية والرؤية الإحاطية هي فرع على سبيل التقريب ما هي بفرع على سبيل التقريب هي فرع لعلم حضوري فهناك علم حضوري عند الله وعند رسوله وعند المؤمنون الذين ذكروا في هذه الايه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم هذه القضيه خارجه عن حدود الزمان والمكان هذه القضيه خارجه عن ان العلم هو انطباع صوره المعلوم لدى العالم هذه احاطه بالمعلوم نفسه وليس هناك من حديث عن صوره عن المعلوم نعود الى الجوهره المهدويه في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك قلت لكم في الحلقه الماضيه بنحو الاصاله هي الحقيقة المحمدية. وبنحو التفرع والتجلي محمد وال محمد ائمتنا الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة واياب الخلق اليكم، الخلق كله وهذا الاياب لا يستند الى علم من خلال انطباع صوره المعلوم لدى العالم هذا هو علمي وعلمكم انا لا انفي ان طبقه من علمهم بهذا المستوى لكن لا بمستوى الوضوح الذي عندي وعندكم في مظاهرهم البشريه فان طبقه من طبقات علمهم تكون في مستوى صور المعلومات لكن درجه الوضوح ليست كدرجه الوضوح التي عندي ولا يوجد ترديد وتشكيك فلو انكشف الغطاء لهم وهذا التعبير تقريبي مداراتي من سيد الاوصياء فاي غطاء يحول فيما بينه وبين الحقيقه ما هو جوهر الحقيقه انه الاسم الاعظم للحقيقه المحمديه وكل العلم في الحقيقه المحمديه وكل ما فيها تجلى في محمد وعلي لو كشف الغطاء لي ما ازددت يقينا الحديث هنا لا عن حقيقه حقائق العلم ما اشارت اليه الايه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون تلك إحاطة مطلقة. تلك إراءة حقيقية، ذلك حضور للمعلوم بنفسه وإحاطة بالمعلوم نفسه. وذل كل شيء لكم، كيف يتحقق هذا المعنى من دون أن نفهم أن العلم بهذا المستوى؟ وحديثي هو بقدري. وحديثي هو بقدري وبحدودي وبياناتي لا استطيع ان اصفها بانها على اكمل وجه بياناتي هي الاخرى قاصره اللغه قاصره والعقل هنا قاصر والبيان قاصر وهذا هو الذي أستطيعه. سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته وحد الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها. لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن ولم يخلو منها فيقال له أين لكنه سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه. واحصاها حفظه لم يعزب عنه يعزب يغيب لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء الامير ياتينا بصور تقرب لنا الفكره انها امثله حسيه تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيره وكثيره وكثيره خفيات غيوب الهوى هذا بالنسبه لنا فنحن يخفى علينا الهوى لا نراه بحواسنا ربما نتحسسه لكننا لا نراه بحاسه البصر لا نراه باعيننا ولا ندرك اسرار تكوينه حينما نلامس الهواء ويلامسنا ولا نستطيع ان نشخص مبتداه من منتهاه الى يومنا هذا من اعقد المشاكل العلميه للمتخصصين في دراسه الانواء الجويه من اعقد المشاكل العلميه معرفه حركه الرياح وسبب الخطا في التنبؤات الجويه اتعلمون ما هو هو عدم استطاعه الانسان من معرفه اتجاه الرياح فهذه الاتجاهات تتغير من دون ان يدرك الانسان ضوابط حركه تغيرها. لذا يصعب على المؤسسات التي تتابع هذا الامر ان تشخص حركه الرياح بدقه متناهيه. من هنا يصيبون فيما يخبرون من تنبؤات الانواء الجويه اذا ما جاء توقعهم لحركه الرياح واتجاهاتها صحيحا اما اذا لم ياتي توقعهم صحيحا فان ما اخبروا به لن يكون دقيقا والحكايه اكبر من ذلك انا اوردت هذا مثالا ربما ياتي يوم يتمكن العلماء من الوصول الى اسرار حركه الرياح واتجاهاتها انما جئت بهذا مثالا الكلام كله في دائره الامثله الحسيه التي تقرب من وجه وتبعد من وجوه اخرى لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجى الليل الليل المظلم ولا ما في السماوات العلى الجهات العاليه فوقنا الى الاراضين السفلى الى كل طبقات الارض لكل شيء منها حافظ ورقيب لكل شيء منها حافظ ورقيب من خلقه سبحانه وتعالى فهناك الملائكه الحافظه الحارسه وهناك الملائكه الرقيبه المراقبه والحديث عن السماوات قد يقصد منه الجهات العليا فوق ارضنا في هذا الفضاء وقد يقصد منها السماوات من السماء الاولى الى السماء السابعه وكذلك ما يرتبط بالحديث عن الاراضين السفلى اما هي الارضون مدائن السماء الكواكب الاخرى التي فيها ما فيها من خلق الله بحسب ما حدثتنا كلماتهم ولست بصدد الحديث عن هذه المضامين او ان المراد من الاراضين السفلى طبقات ارضنا وفيها ما فيها لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجى ولا ما في السماوات العلى الى الاراضين السفلى لكل شيء منها حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء محيط فهذه الكائنات فيها الكائن الكبير وفيها الكائن الصغير وفيها الكائن الذي يحيط بغيره وفيها الكائن المحاط لكل شيء منها حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء محيط والمحيط بما احاط منها والذي احاط بكل شيء من المخلوقات الحقيقه المحمديه وهو محيط بها. وكل شيء منها من هذه المخلوقات وكل شيء منها بشيء محيط والله هو المحيط بكلها والمحيط بما احاط منها الواحد الاحد الصمد الذي لا يغيره صروف الازمان، صروف الازمان تقلب الازمان. تقلب الازمان في ليلها ونهارها او في صيفها وشتائها او في خيرها وشرها وقطعا الخير والشر ينسب الى ابناء الزمان في الحقيقه الخير خير ابناء الزمان والشر شر ابناء الزمان ولكنه قد ينسب الى الزمان عرضا. الواحد الاحد الصمد الذي لا يغيره صروف الازمان ولا يتكأده صنع شيء كان. يتكأده يصيبه بعجز بخلل يتعبه يتشكل عائق من العوائق في مرحله من مراحل الصنع والابداع والاختراع ولا يتكأده صنع شيء كان انما قال لما شاء كن فكان وحتى هذا تقريب الامير هو الذي يقول عن كلمة كن انها لا بصوت مقروع ولا بنداء مسموع انما امره كما يقول سيد الاوصياء بين الكاف والنون في بعض اشعاره انما امره بين الكاف والنون هذه التعابير رموز واشارات وامثله في مستوى التقريب اللغه قاصره فاللغه محدوده بحدود الفاظها وبحدود ما تدل عليه تلك الالفاظ من المعاني فهي جزء من عالمنا المحدود وبحسب قوانين الفهم والتفاهم والتفهم فانها تنسجم مع مستوى عقولنا فهي لا تتجاوز مستوى عقولنا وعقولنا محدودة فاللغات محدودة وهذه المحدودية تجعل اللغة قاصرة لذا فان المتحدث حتى لو كان الامير هو الذي يتحدث لابد من حشد الأمثلة ومن تقريب البيانات كي نكون في مستوى من الحيرة المعرفية لا أتحدث عن حيرة الضلال عن حيرة الجهالة هذه حيرة المعرفة كما قلت لكم خطب التوحيد غايتها هدفها ان توصلنا الى حيره المعرفه لان الله سبحانه وتعالى جعل معرفته في العجز عن معرفته معرفه الله تكون في العجز عن المعرفه لكن هذا يكون في اجواء حيره المعرفه لا في اجواء حيره الجهاله لا في اجواء حيره الضلاله تلك حيره اخرى ولا يتكأده صنع شيء كان انما قال لما شاء كن فكان ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب التعب يطلق على ما يعانيه الانسان بسبب العمل والمثابرة ان كان ذلك في الخير او في الشر اما النصب فانه التعب في الخير هذا بحسب الثقافة القرآنية وبحسب الادعيه الشريفه وكلماتهم لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل اللغويه يطول المقام بها وارى الوقت يجري سريعا احاول ان اكمل قراءه الخطبه الشريفه كي افتح معكم جهه ثانيه من الحديث في الموضوع الذي بين ايدينا في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى قطعا سيبقى الحديث مستمرا في هذه الاجواء حتى تتضح الصوره كامله لديكم بقدر ما استطيع انا وبقدر ما تستطيعون انتم والعون والتوفيق اطلبه انا وتطلبونه انتم ايضا من الحجة ابن الحسن يا بقية الله ولا تنسوا ولا تنسوا ولا تنسوا القيمه يا زهراء يا زهراء ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب وكل صانع شيء فمن شيء صنع اما اعتمد مخططا معينا فكره معينه هناك مثال احتذاه الماده الاوليه الى بقيه ما يدخل في حيز الصناعه والخلق البشري وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق لقد خلق المشيئه بنفسها وبعد ذلك المشيئه خلقت الاشياء وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق وكل عالم فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم والحديث عن الحقيقه المحمديه بالدرجه الاولى لانها لم تكن موجوده فلما لم تكن موجوده لم تكن عالمه وانما اوجدها عالمه بعد ان لم تكن قد كانت فينطبق هذا الكلام بكله عليها في الدرجه الاولى فان الله لا يقيس علمه بعلمي ولا يقيس علمه حتى بعلم الانبياء من شيعه علي وال علي لا يمكن المقايسه بهذا المستوى وكل عالم فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم ازلي سرمدي لا اول لاوليته عليم عظيم قديم جل شانه وتقدس وتعالى عن كل وصف به يصفه الواصفون باستثناء محمد وال محمد يجل عن وصف الواصفين حتى الانبياء باستثناء محمد وال محمد يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت باستثنائهم وما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم فاعرفوا مقام أئمتكم ولا تجبون ذولا سرابيت تقيسونهم بآل محمد لا تجيبون سرابيت الشيعة مثلي ومثلكم ومن امثال القابعين في النجف وتقيسونهم على ال محمد. ويل لي ولكم اذا فعلنا ذلك. وكل عالم فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم. أحاط بالأشياء علما قبل كونها في علمه مثل ما قلت لكم مقام الأشياء في علمه أعلى رتبة من مقام تحققها أحاط بالأشياء علما قبل كونها فلم يزدد بكونها علما فمقامها في علمه أعلى فلم يزدد بكونها علما علمه بها قبل ان يكونها كعلمه بعد تكوينها هذه هي الحيره المعرفيه وهذه العبائر تقريبيه الامير يقرب لنا الاجواء علمه بها قبل ان يكونها كعلمه بعد تكوينها لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو المناوي هو المعادي لم يكونها لتشديد سلطان يا احمد خلقتك لاجلي لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانه على ضد مناو ولا ند مكاثر اما الضد فهو المعادي والمناوي هو الذي يفعل العداء عمليا وقوليا والامثله تقريبيه حسيه من واقع حياتنا البشريه ولا ند مكاثر اما الند فهو المنافس والمكاثر هو الذي ينافس في المكاثره فهو النظير لم يكونها لتشديد سلطان لم يكون الاشياء لتشديد سلطان لم يكون الحقيقه المحمديه هذا المعنى ينطبق عليها بالدرجه الاولى لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو ولا ند مكاثر ولا شريك مكابر لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون الداخرون هم الاذلاء في ساحه فنائه جل شأنه وتقدس وعبد داخر عبد ذليل بين يديه والذله بين يديه كمال كالعبوديه بين يديه عزه ورفعه الى الحد الذي تخبرنا كلماتهم الشريفه من ان العبوديه جوهره كنهها الربوبيه وكذلك الذله في فنائه جوهره كنهها العزه والعظمه لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدا ولا تدبير ما برا لا يؤوده لا يثقله فسبحان الذي لا يؤوده لا يثقله لا يكون ثقيلا عليه فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدا ولا تدبير ما براه ولا من عجز ولا من فتره والفتره الكسل الفتره هي الكسل هي الانقطاع عن مواصله العمل والجد والاجتهاد فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدا ولا تدبير ما برا ولا من عجز ولا من فتره بما خلق اكتفى علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكير في علم حادث اصاب ما خلق العلم الحادث هو العلم الطارئ وهو علم المخلوق علم الحقيقه المحمديه علم حادث لان الحقيقه المحمديه حادثه انا لا اتحدث عني وعن امثالي لا قيمه للحديث عني وعن امثالي انما اتحدث عن الحقيقه المحمديه المخلوق الاعظم الاجل فحينما نريد ان نتحدث عن قدسه سبحانه وتعالى علينا ان نتادب بالحديث حينما ناتي بالامثله ان نتحدث عن اقرب الخلق اليه إنها الحقيقة المحمدية هكذا يكون الحديث عن الله علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق لكن قضاء مبرم وعلم محكم وامر متقن توحد بالربوبيه وخص نفسه بالوحدانيه واستخلص بالمجد والثناء وتفرد بالتوحيد والمجد والسناء والسناء هو الضوء المشرق حينما يكون البدر في تمام هيئته في وسط الشهر القمري يقال لضوئه سنا القمر سناء القمر توحد بالربوبيه وخص نفسه بالوحدانيه واستخلص بالمجد والثناء وتفرد بالتوحيد والمجد والسناء وتوحد بالتحميد وتمجد بالتمجيد وعلا عن اتخاذ الابناء وتطهر وتقدس عن ملامسه النساء وعز وجل عن مجاوره الشركاء فليس له فيما خلق ضد ولا له فيما ملك ند ولم يشركه في ملكه احد الواحد الاحد الصمد تلاحظون ان الامير يكرر هذه الاوصاف الواحد الاحد الصمد هي مضمون سوره التوحيد وسوره التوحيد في ثقافه العتره الطاهره يقال لها نسبه الله ما المراد من نسبه الله بمثال تقريبي بطاقه الهويه هذه نسبتي ونسبتكم البطاقه المدنيه الحكوميه الوطنيه ماذا تسمونها هذه البطاقه التي تعرف بالشخص الهويه الرسميه للاشخاص بطاقه الاحوال الشخصيه فحينما نقول سوره التوحيد بحسب تعابيرهم نسبه الله انها بطاقه التعريف بالله سبحانه وتعالى وهي في مضمونها تشكل ثلث القرآن فإذا ما قرأت ثلاثا فكأن الذي قرأها قرأ القرآن بكامله وفيها رمزية لولاء علي في مستوى اللسان وفي مستوى القلب وفي مستوى العمل. الروايات حدثتنا عن هذا المضمون ولذا فان الامير صلوات الله وسلامه عليه قال في بدايه الخطبه الحمد لله الواحد الاحد الصمد واستمر يتحدث في خطبته الشريفه فقال ثانيه هنا الواحد الاحد الصمد وبعد ذلك جاءنا فقال ثالثه الواحد الاحد الصمد هندسه قرانيه وهندسه محمديه علويه فاطميه هذا هو التعانق والتطابق ما بين قرآنهم وما بين خطبهم وما بين كلماتهم التي فسرت لنا قرآنهم وبينت لنا اسرارهم التي تتعانق فيما بين اياتهم في عالم التكوين وما بين اياتهم في عالم التدوين في المصحف انني اتحدث عن محمد وال محمد فانا لي بالكلمات المناسبه من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم والا فهو منهم سارق فكل شيء كل كمال وكل جمال منهم ان كان في حديثي شيء من الحسن فمنهم وان كان في حديثي شيء من القبح او من الخلل فهو مني وذلك هو شاني الواحد الاحد الصمد المبيد للابد هو الذي يبيد الابد والابد اشاره للزمان والى الوقت بل الى ما هو ابعد من ذلك فإن وعاء الزمان ليس وعاء لكل الموجودات وإنما هناك ما قد يصطلح عليه بأوان الوجود الذي يجزأ إلى آنات الوجود فأوان الوجود هو غير الزمان الزمان ناشئ من حركة الأفلاك وما كل الموجودات تخضع لحركه الافلاك جزء من الموجودات تخضع لحركه الافلاك على اي حال لا اريد ان اتحدث في كل هذه الاتجاهات التي قد تاخذنا بعيدا في طواياها وفي انحائها واحنائها الواحد الاحد الصمد المبيد للابد والوارث للامد والامد هو الوقت الذي له بدايه وله نهايه اما الابد فهو الوقت الذي ليس له نهايه بحسبنا فهو المبيد للابد وهو الوارث للامد للوقت المحدود واللامحدود الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا وحدانيا بالواحديه التي لا علاقه لها بالعدد كما بينت لكم في اول هذه الحلقه ازليا لا اوليه له الازلي الذي لا اوليه له وحدانيا ازليا قبل بدء الدهور والمراد من الدهور ما يتجاوز الأزمنة فالأزمنة مصداق من مصاديق الدهور زماننا الفلكي مصداق من مصاديق الدهور الدهور إنها أوعية الخلق فمثل ما في عالمنا الزمان وعاء لنا أو هو بعد من أبعاد حياتنا كما يقول الفيزيائيون البعد الزمكاني بحسب النظريه النسبيه فالزمان وعاء لنا من جهه فلسفيه لفلسفه الاشياء ولكن في طبقات هذا الوجود هناك من الموجودات الاعظم رتبه والاكثر عددا ليس محكوما بأزمنة الأفلاك إذ لا وجود للأفلاك التي كأفلاكنا هناك لكن لها وعاء لها وعاؤها الذي يناسبها فكل تلك الأوعية هي الدهور الدهور لا تعني الأزمنة التي هي بسبب حركة الأفلاك الدهور هي أوعية طبقات الوجود في كل طبقة بحسبها. هذا المضمون ليس اقتراحا من عندي، ولا أخذته من الفلاسفة، فإن الفلاسفة يتحدثون عن مثل هذا. ويتحدثون عن وعاء سرمدي وعن وعاء دهري إلى بقية التفاصيل التي تتحدث بها الفلسفة الإشراقيَة وغيرها. لا أريد أن أخوض في هذه الجهات فإنني لا أعبأ بها مع علم التفصيلي بها. لا أعبأ بها. حرف واحد من أحاديث عليٍّ وآل عيّ. حرف واحد. من احاديث علي وال علي لا استطيع ان اقايسه بكل ما قاله هؤلاء وما قاله غيرهم لكن من خلال التدقيق في احاديثهم وكلماتهم فان الدهور اوعيه لطبقات الوجود والزمان الذي هو وعاء لنا هو طبقه من طبقات هذه الدهور لم يزل ولا يزال وحدانيا ازليا قبل بدء الدهور وبعد صروف الامور، الصروف التغير والتبدل والتطور، التطور الى الامام او الى الوراء قبل بدء الدهور وبعد صروف الامور الذي لا يبيد سبحانه وتعالى لا يبيد ولا ينفد بذلك أصف ربي هكذا وصف ربه علي وهكذا نصف ربنا فنأخذ الصفة من المعصوم فقط فقافط فقط التوحيد تذكروا التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط هذه هي بيعة الغدير التي نقضها مراجعكم في النجاة بذلك أصف ربي علي يقول فلا إله إلا الله من عظيم ما اعظمه ومن جليل ما اجله ومن عزيز ما اعزه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا الظالمون نحن الذين نظلم الله بوصفنا القاصر بحدود عقولنا المحدودة القاصرة الظالمون هم الذين يعرفون الله من طريق العرفاء من طريق الفلاسفة من طريق علماء الكلام من طريق علماء الفيزياء من طريق ومن طريق هؤلاء هم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم. القرآن هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. إن الشرك لظلم عظيم. حينما نأخذ التوحيد من عرفاء الشيعة، من صوفية السنة، من سقيفة بني ساعدة، من سقيفة بني نجا، من كتب علم الكلام من عقائد الاماميه للمظفر من كشف المراد للعلامه الحلي من تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي من شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري من كتب عقائد الطوسي وامثالها فاننا سنكون ظالمين لله الامير هكذا يقول هو مجاز ان يصف ربه هو وجه الله هو لسان الله هو عين الله الناظره هو يده الباسطه هو نعمته السابغه هو نقمته الدامغه هذا هو علي هكذا نسلم عليه في زياراته. السلام على وجه الله المضي واسمه الرضي. السلام على الكوكب الدري ابي الحسن علي ورحمه الله وبركاته هذا هو علي هو الذي يقول بذلك اصف ربي فلا اله الا الله من عظيم ما اعظمه ومن جليل ما اجله ومن عزيز ما اعزه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وقت الحلقه انتهى. واضفت وقتا اضافيا وانتهى الوقت الاضافي وما حديثي، ما انتهى حديثي. لقد لملمت الحديث على وجه السرعة.